الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مسألة تعظيم أرباح المنشأة التنافسية بواسطة المعادلات أو الدوال الرياضياتية Competitive Firm Profit Maximization Using Equations or Mathematical Function. على بركة الله نبدأ. لنفترض وجود منشأة ما في سوق التنافس التام، هذا التنافس التام Perfect Competition، ودال التكاليف كلية Total Cost، Total Cost TC اختصارها Total Cost Function، من الصيغة الآتية التي سأبينها بعد قليل، لإنتاج الكمية Q من السلعة وسعر البيع، أن سعر بيع الوحدة الواحدة من السلعة P تساوي 30، Price يساوي 30. لنفترض الآن بأن Total Cost Function أو ما يسمى بدالة التكاليف الكلية TC، التكاليف الكلية تساوي 50 زائد مربع الكمية المنتجة والمباعة، فالتوتال كوست equal 50 plus Q squared. بناء على ذلك، على ماذا؟ بناء على هذه الآن Price تساوي 30 سعر البيع، وتوتال كوست يساوي 50 زائد مربع الكمية. بناء على ذلك يمكن لنا اشتقاق العلاقات الآتية، هذه الآن total revenue، هذه الإيرادات الكلية total revenue تساوي السعر في الكمية، معروف يعني في الإيرادات الكلية تساوي السعر ضرب الكمية، أو total revenue equals price times quantity produced. وعند الآن average total cost، هذا average total cost متوسط التكاليف الكلية، متوسط التكاليف الكلية تساوي total cost على Q وتساوي 50، اللي هي هذه total cost، هيها 50 زائد Q تربيع، 50 زائد Q تربيع على Q وتساوي 50 على Q زائد Q، هذا متوسط التكاليف الكلية. وعندي marginal cost، الكلفة الحدية marginal cost تساوي التغير في التوتال كوست مقسم على التغير في الكمية المنتجة، وتساوي طبعا المشتقة هنا دي تي سي، المشتقة الأولى للتكاليف الكلية نسبة إلى التغير في كيو، وتساوي 2 كيو. يعني هذه إذا اشتقيناها نسبة إلى كيو تعطيني، هذه يذهب صفرا، الاثنين اللي هي التربيع تصبح 2 مضروبة في كيو، فعندي 2 كيو. إذن هذه الأشياء المهمة، العلاقات المهمة التي سنحتاجها بعد قليل في تحديد الكمية التي يجب على المنشأة أن تنتجها حتى تعظم أرباحها. لكن بفيدنا بعض الرسومات البيانية. أول رسم بياني هنا الكمية المنتجة الآن عن محور الأفقي، والتوتال ريفينيو أو الإيرادات الكلية اللي هي حاصل ضرب السعر في الكمية على المحور العمود. لاحظوا لهذا الخط الأزرق السميك أو الأزرق الفاتح، هذه الإيرادات الكلية. أما الآن العلاقة بين الإيرادات الكلية الأزرق السميك مع التكاليف الكلية، لاحظوا لي بأن التكاليف الكلية، لأنه عندي أصلاً التوتال كوست التكاليف الكلية يساوي 50 زائد كيو تربيع، وبالتالي لاحظوا لي الآن انطلقت من الحد الأدنى 50، ثم أخذ شكل الدالة التربيعية بتزايد بتزايد وهكذا. لاحظوا الآن أنه أين يلتقي أو تلتقي الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية؟ تلتقي في نقطتين، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. إذن هنا الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، وعند هذا الالتقاء الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، إذن منطقة الربح محصورة فقط في هذه العدسة، في هذا هذه المنطقة هنا اللي هي منطقة الربح. أرجو التركيز والانتباه على ذلك. نتابع الآن الاشتقاقات الأخيرة مرة أخرى. هذا عندي الـ average total cost متوسط التكاليف الكلية يساوي التكاليف الكلية مقسم على الكمية المنتجة، وتساوي اللي هي دالة التكاليف الكلية 50 زائد كيو تربيع، 50 زائد مربع الكمية مقسم على الكمية، وتساوي 50 على كيو زائد كيو. أما الآن الكلفة الحدية marginal cost يساوي التغير في total cost على التغير في الكمية، وتساوي DTC DQ وتساوي 2Q. وهنا طبعا الإيرادات الكلية total revenue يساوي price في الكمية، السعر في الكمية. نعلم بأن الآن بالمنشأة بالسوق التنافسي التام للمنشأة التي
تخضع لهيكل السوق التنافس التام، بأن الإيراد الحدي marginal revenue للمنشأة التنافسية هو نفسه سعر بيع الوحدة الواحدة من السلع، أي price 30، وأن تحقيق أعظم الأرباح يستوجب الشرط الآتي: margin revenue الإيراد الحدي تساوي الكلفة الحدية، margin revenue اللي هو السعر بالحالة هذه، والكلفة الحدية وضع يعني اشتقناها هنا، تم اشتقاقها هنا تساوي 2Q، أي أن الآن margin revenue الإيراد الحدي يساوي marginal cost اللي هو الكلفة الحدية وتساوي 2Q وتساوي 30، لأن price تساوي 30. إذن الآن بما أن margin revenue يساوي marginal cost، أي أن 2Q تساوي الآن 30، معنى ذلك بأن الكمية التي تعظم أرباح المنشأة هي 30 تقسيم 2. تالي هنا كيو لهذه كيو ستار كمية يعني وضعنا عليها إشارة النجمة حتى يعني نفترض أن هي أفضل كمية، تساوي 30 على 2 وتساوي 15. إذن الكمية الواجب إنتاجها من قبل المنشأة تساوي 15 التي تعظم أرباحها. لاحظوا لي هنا هذا الشكل البياني إلى حد ما يعني معقد لكنه يمكن فهمه ببساطة. المارجنال كوست أو الكلفة الحدية، لاحظوا لي هذا هو عبارة عن خط مستقيم 2Q 2Q وهكذا. عندي الأفريج توتال كوست، هذا الأفريج توتال كوست الأزرق السميك أفريج توتال كوست، وعندي المارجن ريفينيو هو نفسه السعر، المارجن ريفينيو الأفريج ريفينيو متوسط الإيرادات وهو منحنى الطلب على هذه السلعة. يلتقي الآن منحنى الإيرادات الحدية مع منحنى التكاليف الحدية عند هذه النقطة، هذه طبعا هنا في نقطة أن المارجنال كوست أو التكاليف الحدية المنحنى يخترق منحنى متوسط التكاليف الكلية عند نقطة النهاية الدنيا. بتهمنيش كثير هلأ بهذه اللحظة لاحظا، لكن بتهمني هذه النقطة، نقطة التقاطع هذه. هذا الآن مارجن ريفينيو يساوي مارجن كوست عند هذه النقطة، إذن الكمية الواجب إنتاجها 15 مقابل هاي، لكن بالمتوسط الكمية 15 كم كلفت؟ نذهب الآن أفقيا هنا. إذن على الفرق بين متوسط الكلفة الكلية 15 وحدة وسعر البيع 15 وحدة. إذن المنطقة هاي تقريبا يعني بعدما قمت بعمليات التقسيم وجدت بأن متوسط كلفة 15 وحدة بتكون تقريبا 18.33. إذن الربح محصور في هذه المنطقة التي سأظللها، هذه الآن هو منطقة الربح الصافي صافي الأرباح، وبالتالي عندي هنا الربح باي هاي تساوي الماكس أوف يعني الماكسيمم أو الفرق الأعظم بين الإيرادات الكلية، الفرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية الفرق الأعظم، ويساوي بعد حسابها طلعت 75، أو وجدتها بأن باي اللي هو الأرباح هنا تساوي الآن سعر البيع 30 ضرب 15 وحدة ناقص متوسط الكلفة لل 15 ضرب 15 وحدة تساوي 175. الإجابة يعني بتكون صحيحة هنا ومتسقة هنا، أعظم فرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية، أو الكمية 15 بالمتوسط كم كلفتنا؟ بتكلف 18.33 هنا، لكن بنبيعها ب 30، وبالتالي عندي 30 الآن السعر ضرب 15 ناقص 18.33 متوسط كلفة الكلية لل 15 وحدة ضرب 15 يساوي 75. آخر الآن شيء سأوضح كل ذلك برسم بياني عن الأرباح. هذه الآن هي الأرباح، هذه دالة الأرباح، أعظم ربح ممكن هنا مقابل 15 وحدة هنا، هذه باي تساوي الماكسيمم اللي هو الفرق الأعظم بين الإيرادات الكلية والتكلفة الكلية تساوي 75. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة لكم أحبتي حيثما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.